هلا والله. رجعنا اليوم بمقطع جديد. مقطع اليوم عبارة عن رحلة البحث عن أفضل تندوري. ما شفت ولا أحد تقريبا سواها باليوتيوب أبدا. إحنا أول ناس تقريبا حنسويها بإذن الله باليوتيوب، رحلة البحث عن أفضل تندوري. أول مطعم معنا اليوم المشوي، المشوي العنابي. العنابي تفضل، خذ راحتك خذ راحتك. لا يا عمي هذه خذ راحتك، الله يسعدك. أول مطعم معنا اليوم المشوي العنابي. المشوي العنابي. ثاني مطعم حيكون إيش؟ طازج. ثالث مطعم جاري البحر. جاري البحر. لا ثالث مطعم حيكون مطعم هندي بإذن الله. يلا ليتس جو. هذا المشوي العنابي. وأخيرا وصل طلبنا. أحمد هذا التندوري أنا أول مرة حجربه فعليا طول عمري. شكله لذيذ. مع أنه أنا محتوى اللي أقدمه محتوى أكل، ولكن والله أول مرة أجرب التندوري. ولكن أعرف إيش هو. هو عبارة عن دجاج يتبل بطريقه معينه وبالفرن، صح؟ صحيح. فرن ولا حفره؟ فرن. حفره ايش يا حبيبي؟ لا هو مسلسل حفره، هو زي التميس. تميس تندوري هذا بعظم، صح؟ عظم ولا بدون؟ بدون عظم. لا والله بدون. والله بدون. بدايه باين انه جدا طري. بسم الله كيف بطل؟ والله حار ولا اللقمة الثانية في سبايسي. كل التندوري في سبايسي؟ أتوقع الكل. تندوري هندي صح؟ هندي يس. هذا إيش الصوص؟ كأنه لبن. وفي اللبن لبن ونعناع. هذا اللي هنا تمام. نجرب اللقمة المتكاملة. الله شهينة شحين الزمن مع بصل. والله البصل ألذ حاجة البصل. نكهة الدجاج لذيذة جدا. والعيش من عندهم من قبل باين فريش. العيش المشوي العنابي آخر فترة انتشر مرة كثير ما شاء الله، تقريبا يقول لي 55 فرع حول المملكة. احمد كم قيمة الطلب هذا؟ طلب مع الاثنين بيبسي 45 ريال. اوكي لحاله كم؟ لحاله 39. 39 ريال؟ يس 39 ريال، يعني اوكي البيبسي بريالين صح؟ ريالين ونص. لا 39 طلب كامل مع البيبسي 39. والله 49 يا بني بعد 49 انت ما تسمع؟ التندوري لحاله ب 39. اوكي اشوف السعر. ليه؟ والله فوق المتوسط. ليه؟ يعني المفروض كمان معاها تعرف ايش غير الصوصات هذه الاضافيه طبيعي تكون. المفروض كمان معها حمص مثلا سلطه مثلا فتوش مثلا. اكثر حاجه ما عجبتني عندهم الثوم. حسيت ان وجهك ما عجبك. ما فيها لدعه الثوم. جرب اخذ تقييمك ونروح فين؟ نروح على الطازج. يلا. تجربت اول شيء بدون عيش صح؟ لحاله عشان تستطعم بالنكهه. قريب لل فيش طاووق صح؟ بس التتبيله تختلف. لا حتى التتبيله؟ والله حتى التتبيله صراحه. ليش اقول لك كذا؟ لاني جربت التندوري عند الطازج مختلف تماما حتى في البهارات. بس صراحة اللي حياكله حيقول انه هذا شيش طوق. اوكي ما حيقول انه هذا تندوري. انا استغربت والله انه هو مو قطع. بس تجربة. هذا المطعم الاول، باقي قدامنا مطعمين. حناخذ الطازج وحناخذ مطعم هندي كمان. اوفر ترى. اوفر ايه؟ اوفر مطعمين. والله باقي مطعمين نطلع تندوري صح صراحة. ما حد جع الا لما نطلع ان شاء الله تندوري صح. وين الثوم؟ خلينا نذوب الثوم. قول ايش رايك بس بالثوم؟ ثوم ضعيف. ضعيف جدا. ضعيف. مويه. لبن. ضعيف. الثوم ضعيف. فعلا. اصدق ما قلت. كمان مرة. مرة ضعيف. اكيد هذه المرة اكيد. يلا على الطازج. نروح على الطازج يا اخوان، ناخذ بطاطس بس ونمشي. وصلنا على الطازج، على كلام احمد انه الطازج يقدم التندوري الاصلي على الطريقه الهنديه الاصليه.
فخلينا نروح نشوف يلا. ايش رايك في الاوتفيت؟ الاوتفيت طبعا قلنا من ال... طب شكرا يا شكرا شكرا يلا يلا. هذا الطازج اربع قطع تندوري وجاي جدا حار. كم؟ 31. 31 ريال وجبة، ما اضفت اي حاجة. قول بسم الله. الله. انت قلت لي ايش؟ راح تشم الريحة غير. كيف؟ الريحة غير. بطاطس مع بسم الله. شوف الاضافات كمان اللي معاك. قول اشتو؟ صوص تازة. صوص كيف؟ بسم الله. جرب. صوص هندي اصلي. والله صوص هندي، بهارات هنديه واضحه فيه. هذا الصدر صح احمد؟ يس. حار يا 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 بسم الله. كيف؟ الله. لا اصلي ترى اسطوري. كأنك قاعد وين؟ في مطعم هندي. كأنك قاعد في كيرلا. كيرلا تيجي. الله الإضاءة سيئة فسامحون، يعني إضاءة الطازج سيئة. هذا إيش؟ زي سمبوسة الهندية. أبدع والله. أبدأ قلت لك إضافات. أبدأ إضافات بالسعر. هو يعتبر حبة ترى، مو نص. يعتبر حبة مو نص. شفت اثنين فخ صح. السعر يفوز. 31 ريال، ما طلبت أي حاجة إضافة. بيبسي، صوص، كول سلو، دجاج، بطاطس، سمبوسة، عيش. شفت الفرق بينه وبين العنابي؟ والله فرق فعلا. هذاك اقرب للشيش طاووق زي ما قلت انت. بس باقي مطعم واحد نختار بين الثلاث مطاعم اللي جدا مشهوره، مين الفاز ومين الالد. وصلنا مطعم رويال الذهبيه. هذا مطعم مشهور جدا، من 9000 شخص مقيمه في جوجل. فقعدنا تقريبا ساعه نص ساعه نبحث عن موقف. ما شاء الله تبارك الله المطعم جدا فل. فيلا خلينا نروح نجرب التندوري اللي عندهم. طلب ايش مكتوب عليه؟ طلب مكتوب قطعتين تندر فقط. وهذه كم قطعة؟ لكن هذه واحد ثلاثة. يا سلام الشكل يا احمد. ثلاثة. شايف الشكل كيف؟ الله الله. هذا خبز النان، نقل نان، نان الزمن تندوري. خبز التندوري ايش؟ شباتي. براتا. 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 شباتي. شباتي. جباتي. جباتي. هذا ايش الصوص؟ ثوم. اوكي. وهذا ما اعرف صراحة ايش شكله. حط هذا النعناع قلت. ديها. كيف؟ ايش فيه؟ ايرور كيف فيه؟ مليون. والله؟ بالله عليك لذيذ. طبعا هنا الاصل. اصل التندوري هنا. شوف شوف السعر. اثنين قطعة 28 ريال. 34 مع الاضافات اللي هو البيبسي العصير. بس ثلاثة قطع. الحقيقة انه ثلاثة قطع. عجبك؟ والله صراحة مرة عجبك. طب ادخل ادخل فيها صح، ادخل فيها صح، خليني اجوع. الله الله شكله مرة مدهن. اوف صح؟ ريحته ريحته ريحة اصلية. والله حط لها قطعة ايش؟ مرة كبيرة كذا. شوية ملفوف مع البصل. الله. لا هذا كله ملفوف ترى، ما في بصل. ملفوف وملفوف وبقدونس. سلام. نجرب الجرين. نجرب هذا ال... هذا ما عرفت ايش الصراحة هو. ربي حيفوتك لو ما جربت ميكس كامل. والله ربي حيجيك شعور. شعور ولا هامور؟ لا همور. مدام كذا جرب. اي واحد يفوز؟ اي مطعم يفوز؟ الريال. والله اكيد على مسؤوليتك ادخل. قلت تعال جرب. يلا بسم الله على طول. خش خش في الصوصات على طول، سوي ميكس.
البهارات اللي فوق قريبة جدا من نكهة الطازج. الطازج تحس البهارات أوفر شوية. فيها شيء زايد. الله. مرة بطل. جرب الجرين. يفوز. يفوز والله لقمة واحدة والله يفوز. الله. يفوز. أنا متأكد. اغلب اللي حيشوفوا المقطع حيعرفوا رويال الذهبيه اللي في جده موجود منه كمان في مكه اظن في مكه موجود من ألذ المطاعم الهنديه اللي سعرها يعتبر طري يعني متوسط وتحت المتوسط كمان هذا يعتبر هو اللي فاز اكتبوا لنا رايكم للي جرب رويال الذهبيه وجرب المطاعم اللي جربناها احنا هذا رقم واحد الطازج رقم اثنين المشوي العنابي رقم ثلاثة الآن نسحب على فائز من الكومنتات حقت المقطع اللي راح وننهي يلا طبعا البرنامج يا اخوان فيه مشكلة هنسحب اللي دائما نسحب منه هنسحب عشوائي من الكومنتات حمل كله فوق آخر شيء اطلع 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 مرة مرة فوق خلاص آخر شيء صح؟ يس يلا يلا بسم الله فوق تحت فوق تحت فوق تحت يا ولد سريع انت الفيديو خرافي خرافي عيشة بركة عيشة بركة بركة سوي لايك لايك اوكي مبروك للي فاز معنا على السناب وين تواصل على سناب سناب في البايو سنابي وسناب الوي وكانت هذه لفة طبعا على الافضل تندوري ممتازة جدا لا تنسونا باللايكات والاشتراكات ودعمونا يا اخوان لا تنسوا لا تقصروا ولا إله إلا الله محمد رسول الله مع السلامة يا باشا